السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف أشرح لكم طريقة، هي طريقة لعب أونلاين، طريقة من أحد الطرق، لأن طريقة اللعب أونلاين على الجهاز بلاي ستيشن 3 توجد عدة لها برامج، من بينها برنامج البي اس ان باتش الذي سوف أقوم بشرحه، وهناك برنامج البي اس ان نينجا، وهناك برنامج سان انابلي اي جي تي اكاديمي. الآن سوف أقوم في شرح فقط طريقة اللعب ببرنامج البي اس ان باتش، وأنا شخصيا أستعمله منذ زمن طويل أو بعيد، ولم أتعرض إلى الباند. فقط يوجد عدة شروحات له وكلها شروحات صحيحة، لكن المشاهدين والمتتبعين الكرام طلبوا مني إعادة الشرح طريقة اللعب أونلاين. لا مشكلة في إعادة الشرح لكم. لنبدأ على بركة الله. أولا، شروط اللعب الأونلاين على جهاز بلاي ستيشن 3 مهكر، هي أولا يكون الجهاز على آخر إصدار، جهاز يكون محدث بآخر إصدار. في الوقت الحالي آخر إصدار هو كات 80، لنتأكد كما تلاحظون كات 80. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، يجب أن تكون اللعبة المراد لعبها أونلاين تكون هي تكون هي أيضا على آخر إصدار. اللعبة المراد لعبها أونلاين أيضا يجب أن تكون على آخر إصدار. وثالثا طبعا النت. أول شيء قبل أن تبدأ، لما تشغل جهاز بلاي ستيشن 3، أول شيء تقوم به عند الدخول هو الذهاب إلى بارامتر دوريز. أول شيء تقوم به هو تعطيل النت، كونيكسيون انترنت ديزاكتيفي، عطل النت. بعدها تذهب إلى سواء الملتي مان، سواء أي مدير مدير الألعاب الملتي مان أو الجام سونيك ماناجر أو الإيريس مان أو الويب مان مود، أي مدير الألعاب. فقط ما الذي تفعله؟ سواء الملتي مان كما قلت أو ذا، أنا أستعمل في الوقت الحالي أستعمل برنامج الجام سونيك ماناجر. أدخل إليه، شغل اللعبة المراد لعبها أونلاين. مثلا سأشغل أنا لعبة الجي تي اي 5. أوكي تمام. في المثال هذا أنا سوف أشغل لعبة الجي تي 5، وأنت أي لعبة تريد لعبها أونلاين شغلها فقط. كما تلاحظ لو أذهب إلى الأب هوم أجد اللعبة لا أدخلها، فقط أجدها لا تدخل. الكل يعرف طريقة تثبيت الباجاجات، فقط ضع الباجاجة تجد أسفل الروابط، روابط تحميل أسفل الفيديو. إذا كان عندك الصفة وريبوك تذهب إلى جاستيونر دو باجاج، أنستالا سيلديفيشي دو باجاج، ثم تذهب إلى ستوندر وتبحث عن البي اس ان باتش أو البي اس ان نينجا أو سان إنابلي أو جي تي أكاديمي، من أي باجاج تريده تثبت. وإن كان عندك الفيروكس أو حبيب تجد هنا مباشرة أنصلي في جيدو باجاج. بعد التثبيت تجده في قائمة الباجاجات في الوقت الراهن. سوف أذهب إلى البي اس ان باتش. أوكي، تضغط على إكس. أوكي، سوف تظهر لك هذه الصورة كما تلاحظون. بي اس ان باتش آخر إصدار 2015 11 عام. ما الذي تفعله؟ تضغط على زر مثلث. أوكي، تسمع رنة واحدة ثم يعيد التشغيل، وهذا معناه أنه خرج قمت بالخروج من وضع سيفاو إلى وضع الأوفاو، أي من نظام الكاستم إلى نظام أوريجينال.
الخاص بجهاز بلاي ستيشن 3، أي أنك توهم السيرفر سوني بأن جهازك هو جهاز نظامه أصلي. أعتذر. هذا بما يخص. الآن ما الذي تقوم به؟ لا تحاول إدخال حسابك مباشرة، تذهب أولا إلى بارامادو ريزو، تقوم بتفعيل النت أكتيفي. الآن ما الذي تفعله؟ كما قلت لا تقوم بإدخال حسابك، أدخل مباشرة إلى اللعبة. هنا عندما تفعل النت لا تحاول أن تدخل إلى أي باجاج، إلى أي برنامج، هنا أي باجاج لا تحاول الدخول إليه والنت مفعل، فقط أدخل اللعبة مباشرة. أوكي. الآن تقوم بإدخال حسابك من اللعبة خاص بالبيسان. طبعا سأقوم بإدخال حسابي، أقطع الفيديو وأعود لكم. كما تلاحظون تم الدخول، ستقوم بالدخول إلى اللعبة. برنامج البي اس ان باتش قلت لكم عندي مدة قديمة جدا وانا العب به ولم اتعرض الى الباند. او اعتذر عن طول الفيديو، فقد أردت أن أشرحه بالتفصيل. النت ضعيف نوعا ما. أوكي سوف يدخل. كما تلاحظون الآن أنا وحدي وأستعمل المود ميني عادي وألعب أونلاين عادي بدون أي باند أو شيء من هذا القبيل. هذا فيما يخص استعمال برنامج البي اس ان باتش. أنتم في رعاية الله وحفظه في شرح آخر إن شاء الله. تحياتي.